رياضة الركبي. الركبي هي تلك الرياضة الجماعية التي تنتشر في جميع أنحاء العالم، وعلى وجه الأخص تنتشر في فرنسا، بالإضافة إلى الجزر البريطانية، حيث تنتشر بشكل أكبر في المستعمرات البريطانية ومنها أستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا. وكانت جنوب أفريقيا هي التي فازت ببطولة كأس العالم لعام 2007، وتوجد مسابقتان هما الرئيستان لتلك الرياضة، وهما الدوري الركبي الثالث عشر بالإضافة إلى الدوري الركبي الخامس عشر. ظهرت هذه اللعبة في إنجلترا بالقرن التاسع عشر الميلادي، ثم انتشرت في باقي دول العالم في وقت قصير، حيث يعتقد أن تلك اللعبة كانت القوانين الأولى المكتوبة بها من أجل تنظيم اللعبة، وتم وضع تلك القوانين في عام 1845، بينما في عام 1886 تم تأسيس مجلس الركبي الدولي، وكان هذا المجلس بمثابة المؤسسة التي من خلالها يتم تنظيم اللعبة ويتم تنظيم القوانين الخاصة بها. وكانت البطولة الأولى لها من خلال القوانين المكتوبة قد أقيمت في فرنسا، وكان هذا الأمر في عام 1954. ملعب الركبي يتكون من 144 مترا طولا و69 مترا عرضا، وتقع منطقة الهدف على بعد 22 مترا من خط المرمى، الذي يكون عبارة عن عارضتين واقفتين يبعدان عن بعضهما ب 5.6 متر، وهما على ارتفاع 3 أمتار عن الأرض. أما الحكام فيشبهون كثيرا حكام كرة القدم العادية، فيتكونون من حكم وحيد داخل الملعب يجري مع اللاعبين، واثنين آخرين على الخطوط يخطرون الحكم بصحة الهدف أو خروج الكرة إلى خارج الملعب أو أي خطأ آخر. وبالحديث عن الكرة، فهي عبارة عن كرة مطاطية تأخذ شكلا بيضاويا مصنوعة من المطاط ومكسوة بالجلد، أما طولها فيبلغ 28 سنتيمتر، ووزنها يتراوح ما بين 400 إلى 450 جرام. وهناك بعض القوانين الخاصة برياضة الركبي، وتلك القوانين هي: عدد اللاعبين في دوري الركبي 13 لاعبا، أما عدد اللاعبين في اتحاد الركبي هو 15 لاعب. يسمح للفريق المهاجم بعدد من التمريرات، وهي 6 تحويلات، وتكون جميعها للخلف فقط في حال فشل الفريق في تسجيل الهدف وأكمل التمريرات كاملة، ففي هذه يحسب الخطأ للفريق المهاجم وتحول الكرة للفريق الخصم. يدير المباراة 3 حكام: حكم رئيسي يساعده 2 على طول خط الملعب.
في مباريات الاتحاد تتكون المباراة من شوطين رئيسين مدة كل منهما 40 دقيقة، وبذلك يصبح المجموع الإجمالي للمباراة كاملة 80 دقيقة. أما عن اللعبة فتوجد العديد من الفروقات بين دوري الركبي واتحاد الركبي، ولكن الاتحاد الأساسي في أعداد اللاعبين، بينما فرق الدوري الركبي تتكون من 13 لاعب، أما فرق الاتحاد فتتكون من 15 لاعب، بالإضافة إلى أنه يمكن لكل من النوعين أن يقوم الفريق بتحقيق الهدف بأحد الطريقتين. فالمحاولة الأولى تكون من خلال تقدم اللاعب والعمل على تخطي الفريق الخصم ولكن بدون توقف، كما يمكن أيضا تمرير الكرة للاعب آخر من الفريق، كما يمكن وضعها على الأرض بعد خط هدف الخصم. ولكن في كل الأحوال لابد أن تلمس الكرة الأرض، وذلك حتى يتم احتساب الهدف. والطريقة الأخرى تكون من خلال الركل، وهي الطريقة التي تنتشر بشكل أكبر، حيث يقوم اللاعب بركل الكرة ويقوم بتمريرها بين العمودين في منطقة الخصم. أما عن الأهداف فهناك نوعان: النوع الأول يكون من خلال هدف الجزاء، والثاني يكون من خلال هدف الإسقاط، كما يتم تسجيل 3 من النقاط لكل منهما، حيث يحرز اللاعب هدفاً من خلال ضربة الجزاء، ويتم الأمر برمي الكرة على الأرض ثم يتم ركلها بشكل بعيد عن الارتفاع الخاص بالأرض، ويتم أيضاً ركل الكرة من خلال وضعها على الأرض في البداية. اللعبة يوجد بها وقت إضافي يتم إضافته إلى الشوطين، وتكون المدة له 5 دقائق، بينما الفريق الذي يسجل في الوقت الإضافي يكون هو الفريق الفائز بالمباراة. وتختلف ممارسة الرياضة إذا كانت محترفين أو هو في عدد اللاعبين والنقاط المحتسبة لكل نوع، وطول وعرض الملعب وحجم الكرة المستخدمة، وطول مدة اللعب إذا كانت 10 دقائق أم 20 دقيقة، ولكن الأساس في القوانين واحد. ويمكن تبديل 4 من الفريق في أي وقت ولأي سبب يراه المدرب، ويمكن للحكم أن يحرم لاعبا من اللعب كعقاب لمدة 2 دقيقة إذا رأى ذلك.